بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن العلاج بالصوت. ظهرت حديثا طرق بديلة للعلاج، أهمها العلاج بالصوت. فقد وجد الباحثون في هذا المجال أن الصوت الإنسان له قدرة شفائية مذهلة تشفي مختلف أنواع الأمراض مثل السرطان، ولكن السؤال كيف يكون هذا الصوت، أو كيف يقوم الصوت بالشفاء، وهل كل الأصوات تشفي؟ فهذه الصورة خلية عصبية تهتز بتأثير الصوت. أيضا في القرآن يأتي ذكر السمع قبل البصر، ولعل في ذلك إشارات إلى أهمية الصوت في الشفاء، والله أعلم.